فايته 500 اسره اللي كتعيش من هذا المطار، وعلاش حنا غادي نهرسوه بالطوبيس؟ ما حلتنا حنايا الان درايفر زادوا لنا الترامبيه، الناس جاوا في الليل كيعدلوا اي حاجه كيعدلوها بالليل باش ما يشوفهم حتى شي واحد. وهم بقاو معتصمين حتى تزول لها الترامبيه من هنايا ويشوفوا لا شي باراده في الطريق ديال الرباط ولا في جهه لازون، المهم هنايا في المطار ما خصها شي تكون. الثقل محمد كاتب عام اقليمي لقطاع سياره اجره مدينه طنجه. احنا اليوم هنايا امام مطار ابن بطوطه عاملين وقفه احتجاجيه على يعني احداث محطه ديال الحافلات الحضاريه امام يعني باب ديال مطار بن بطوطه. وحنا في السابق كنا طلبنا هذا المكان هذا سياره اجره مسين في الاول وكانوا امتنعوا مع اتجاه الناشي. دابا ما فهمناش يعني دون سابق انذار مع المناشي جاوا بالليل صبغوا المحطه ديال الحافلات الحضاريه. مطار منطقه حدوديه ما فيهاش مثلا غنقولوا الساكنه دراوج او الطلبه او شي حاجه اللي غنقولوا حنايا غنتعاطفوا معاهم وغنعملوا الحافله بحال اللي كيكونوا مثلا بجهات اخرى. هذا مطار منطقه حدوديه وحنا كنحافظوا على النظام العام ديالو وعندنا الاخوان محصيين هنايا وكاين 120 تاكسي، كل تاكسي راه فيه ثلاثه ديال الاسر وكاين اللي فيه اربعه ديال الاسر يعني اضافه يعني بالمالك، يعني ضرب اربعه ديال الاسر في 120 راه تقريبا فايته 500 اسره اللي كتعيش من هذا المطار، وعلاش حنا غادي نهرسوه بالطوبيس؟ حنا كنحافظوا على الامن ديال المطار. غادي الطوبيس إذا كانوا مثلا الطلبة والساكنة والدراوش وكذا والمدارس والجامعة وكذا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن المطار منطقة حدودية والكليان ديالو يعني معروف ومعزول وراقي، علاش ما نحافظوش على هذه؟ وكاينة هي موجودة في بوخة في الجامعة، اللي بغى يمشي لعندها ما كاين حتى شي مشكل، ولكن بالنسبة للمطار خصو عنده الحرمة ديالو، خصنا نحافظوا على النظام العام ديالو، زائد ما عرفناش هي التصرفات حتى شي واحد ما كيعلمنا كيعملوا يعني التصرفات من جانب واحد. حنا كنستنكروا هذه المساله، حنا موجودين هنايا وغنبقاو هنايا حتى النهايه، وكنتسناو المسؤولين يجيو يفتحوا معنا قنوات الحوار. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصفتي كسائق مهني سياره الصف الاول بمدينه طنجه بمطار الحدودي بن بطوطه، حنايا كنتشكاو بالترامبيه، خايت فاجأنا اليوم بالترامبيه صبحت هنايا، وحنايا اصلا في هاد الباراده هادي ما كنخدموش من غير لاكار، يعني مخير هنايا كيطلع من مصدر القود ديالو بديك لاكار جوج كريرات ثلاثة كريرات في النهار ديال لاكار، هما باش كطلع مصدر القود ديالك. ما حلتنا حنايا الان درايفر زادوا لنا الترامبيه، احنا كنطالبوا الخاوه ديالي بعدا كنطالبوا بعدا غيزولوا باراده من هنايا يبعدوها لهن، هما جاوا وعملوها لنا في باب ديال المطار اللي حنايا اسبقيه واولى منه. كاين اللي هنايا عنده 50 عام ديال المطار، 30 عام ديال المطار، 40 عام ديال المطار، عاد الشباب اللي طالعين دابا. المهم حنا كنطالبوا الخاوه ديالي بالترامبيه ما تكونش هنايا، وهم بقاو معتصمين حتى تزول هاد الترامبيه من هنايا ويشوفوا لا شي باراده في الطريق ديال الرباط ولا في جهه لازون، المهم هنايا في المطار ما خصها شي تكون وان شاء الله ما تكونش. تحيه طيبه، سميه السميحي علي سائق سياره اجره مساعد التاكسيات. اللي كنفاجئوا هو هاد الحافله اللي جابوه ديال الطوبيس، جابوها لنا بباب المطار. التاكسي راه بعيد غير باب المطار تقريبا واحد 500 متر 600 متر، وهادي مدة وكنطالبوا بالمحطة برد باب المطار، ما تفاجأنا حتى شي واحد وما سمعنا حتى شي واحد. تفاجأنا جابوا لنا الطوبيس، جاو كيسبقوا الطوبيس مع الأربعة الصباح،
الغدا ديالها جابوها مع 3 الصباح. بالليل باش يعرفوا ما عرفناش هادشي هذا الناس هذا واش كيعدلوا هادشي باش ما يتهم حتى شي واحد ولا كانت شي حاجه قانونيه. المسائل القانونيه خصو يجي مع المسؤولين ويوقفوا ويعدلوها في النهار باش كيستشروا مع الجماعه. هذه الناس جاوا في الليل كيعدلوا اي حاجه كيعدلوها بالليل باش ما يشوفهم حتى شي واحد. دابا اللي كنستنكروا حنا هو ديك محطه ديال الطوبيس اللي عملوها بغرد باب المطار، هذه راه السنكر. التاكسي الاول هو التاكسي، التاكسي عيا كيطلب محطه ديالو تما ما عطاوهالوش، بلاكه ما عطاوهالوش. مواطنين كيخرجوا في الشتا كيبقاو ضايعين تما، كنبداو حنا كنطلبوا من الدوله باش كنجيبوهم من التاكسيات. كاين شي اللي كيشوفنا هادشي هذا. ثانيا كيخرج نادم كبير. الناس كيخرجوا كبارين، المواطنين كبارين لا مرا ولا من راجل. كنمشيو حنا كنهزو معاهم كنقربو من التاكسي. كاين ناس كترتاح مرتين حتى ثلاثة المرات بالثقال بالباكاج ديالها، التاكسي بعيد على باب المطار، راه ما كيشوف فيه حتى شي واحد. حنا هادشي هذا راه كنستنكرو وراه غنبقاو مستنكرين حتى يشوفوا لنا الحل. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.